فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروف كما في حديث ابن مسعود، وقد يكون في التأويل كما يحتمله حديث عبد الله بن عمرو، فإن حديث عمرو بن شعيب يدل على ذلك إن كانت هذه القصة. وذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظر الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. هذا عود على ما سبق في أن الاختلاف قد يكون في الحروف، كما في قصة ابن مسعود مع الرجل الذي سمعه يقرأ قراءة مخالفة لقراءته، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمع صلى الله عليه وسلم إلى قراءتهما وقال كلاكما محق. فاختلاف الحروف يعني في القراءات، مثل يعملون وتعملون والصراط والزراط والسيراط بالسين، هذا اختلاف في الحروف لا يضر، وكله جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء به أن الرسول قرأ به وعلمه لغيره، وهذا من باب التيسير على الناس في القراءة. ويحتمل أنه اختلاف في التأويل، يعني يتفقون على القراءة وعلى الحروف لكن يختلفون في تأويل الآية. والاختلاف في التأويل كما سبق، إذا كان له وجه من الآية، كل واحد له وجهة من الآية واحتمال من الآية، فهذا اختلاف تنوع لا يضر. وإن كان الاختلاف في ضرب كتاب الله بعضه ببعض، كما في حديث عمرو بن شعيب الذي ساقه الشيخ رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قوما من أصحابه يقول بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا، ويقول الآخر: ألم يقل الله كذا وكذا، مما يظهر أن فيه تعارضا بين الآيات، وكل أخذ بآية، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب عند ذلك وقال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض.